الحمد لله اليوم كنتواجدوا في اليوم يعني بحال هذا اليوم اللي تفتتح هذا المشروع الجميل ديال مدينه اكادير، والحمد لله اللي داز واحد السنه مليئه ب يعني بانجازات واللي عجبات الساكنه والزوار ديال مدينه اكادير. هذا المشروع اللي عطى واحد الرونق واحد الاضافه نوعيه للمدينه ديالنا والجهه ديالنا والوطن الحبيب. السنه صراحه كانت واحد السنه الحمد لله اللي عطى فيها التليفيريك واحد الاضافه نوعيه للمدينه والجاذبيه للمدينه، و يعني كنا ان شاء الله ناويين نحققوا واحد العدد اللي هو مهم في اركاب يعني الزوار والساكنه ديال مدينه اكادير. تقريبا قلنا واحد المليون في السنه، ولكن ما وصلناش لهذا العدد، ما وصلناش ولا نصف، لاسباب متعدده، منها مثلا الشطر الاول ديال القصبه اللي مازال ما تنجز، اللي هو افتتاح القصبه، واللي غيكون ان شاء الله في هذه الايام، واللي ديجا الحمد لله القصبه ديال اكادير غتبدا في هذه الايام. والشطر الثاني اللي هو اساسي اللي هي المطعمه اللي كاينه في اكادير وفلا، وكذلك مازال ما تنجزات وغاديه في اطار يعني ان الجامعه ديال مدينه اكادير خدامه في هذا الجانب اللي غتعطي اضافه اخرى للتليفيريك ان شاء الله. التجربه كانت جميله جدا، ان شاء الله البلاد دي تتقدم للقدام. احنا جينا من سويسرا، بالنسبه لي هذه اول مره في اكادير، اول مره في التليفيريك، وان شاء الله يا ربي نشوفوا خير زايد في هذه البلاد اللي خلينا نرغبوا اننا نجيو مره وجوج ثلاثه. والمدينة جميلة بزاف من الفوق صراحة. Moi je trouve c'est une bonne idée de faire un téléphérique. Et là j'ai vu prochainement il y aura un toboggan et tout. Je trouve c'est une bonne idée. On vient, on peut descendre, monter. مقيم في سويسرا من أصل تونسي، ويعني عندي تجربة كبيرة في المغرب، وحب المغرب كثيرا. تجربة أكادير يعني أنا زرت أكادير عديد المرات، والان هذه التجربه الثريه تجربه التليفريك انا اعتبرها تجربه فريده من نوعها، وتجربه تستحق ان يثنى عليها فتشكر فتذكر. بالنسبه للركوب القاطره يعني هي يعني رائعه جدا، من ناحيه الاستقبال، من ناحيه الحمايه، من ناحيه النظافه، من ناحيه الترتيب. ونتمنى ان مثل المشاريع هذه والاشياء اللي هي نعتبرها اشياء تثري الجانب الاقتصادي في المغرب، ثم الجانب الاجتماعي، لان هي خاصه العائلات مع الاطفال فيها جانب الحفاظ على الهويه المغربيه مع الانفتاح عن العالم الاخر، ثم الاستفاده من المناطق الطبيعية اللي هي خاصة هذه القصبة اللي احنا فيها تطل على بحر أكادير. وانا اعتبر يعني تجربة نتمنى ان نلقى مثلها في المدن المغربية الاخرى ان شاء الله. هذا